بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زواج فتاة هندية من كلب، أعزكم الله يعني، والكلام ده لخرافة عندهم لطرد النحس عن العائلة بناء على تعليمات اللي هو المعلم الروحي للقرية الهندية اللي هم عايشين فيها في شرق الهند. وطبعا حاجة كده صراحة مش عارف والله الواحد يقول إيه إلا الحمد لله على نعمة الإسلام. الراجل الهندي اللي في الصورة ده هو أبو العروسة، وجايب الكلب ده في سيارة فخمة ومزينة، واحتفال شعبي كبير كان بينتظر هذا الكلب، لأن الهندي ده قرر أن يجوز الكلب ده لبنته اللي عندها 18 سنة بناء على تعليمات اللي هو المعلم الروحي للقرية الهندية اللي هم عايشين فيها. فبيقول لهم يجوزوا البنات من كلب علشان طرد السحر وفك اللعنة اللي بتكون على العيلة أو البنت قبل ما تتجوز من شاب عادي. يعني لازم الأول إنها تتجوز كلب. آدي العروسة والعريس جنبها أهو، أبوها شايل العريس. وطبعا حاجة كده صراحة مش عارف والله الواحد يقول إيه إلا الحمد لله على نعمة الإسلام. شيخ القبيلة ده كان بيقول إن هي مصابة بلعنة، واللعنة دي هتتسبب في دمار حياتها الزوجية لو هي تزوجت من شاب قبل ما تتجوز من الكلب ده، ومن الممكن ان اللعنة دي تحول حياة العيلة كلها الجحيم. واعتبر الشيخ ده ان الزواج من الكلب بياخد الارواح الشريرة يعني واللعنات قبل ما تتجوز بالشخص العادي. ادي العروسة جنبها العريس واقف ما شاء الله، وأبوها اللي هو حما العريس قاعد ماسكه علشان ما يجريش مثلا أو أي حاجة. الخبر بيقول إن مراسم الزواج دي تمت باحتفال شعبي كبير جدا، حضروا الأهل والأصدقاء وجميع أهل القرية، وكان الحفل منظم وفق التقاليد والتعاليم الهندية. وبيسألوا الفتاة اللي هي العروسة اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي، بيسألوها يعني عن مدى يعني فرحتها او سعادتها. بتقول ان هي مش سعيدة خالص ان هي تزوجت بكلب، ولكن هي متخيلة ان الموضوع ده قد يغير من شأن حياتها او حياة عيلتها مثلا قبل كده او بعد كده. شوفوا يا جماعة الخرافات وصلت لفين، وشوفوا قد ايه احنا في نعمة المفروض نحسد نفسنا احنا قبل ما الجميع يحسدنا عليها، على نعمة الاسلام. والحمد لله وكفى بها نعمة، يعني شيء بصراحة اكتر من عجيب. يعني حسيت ان الموضوع يستحق النشر يعني، فقلت نشوف كده مع الناس قد ايه احنا في نعمة من ربنا. اللهم ديم علينا الاسلام يا رب، ودايما نكون طائعين لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.